هنا نبدا نخش بقى في الروبوت سينسنج. هو اللي انا بقوله ده شباب كذا علم، في علم الجواز زي ما قلت لك، دمجت معاه ايه؟ جي بي اس. طب دمجت معاه ريموت سينسنج، طلع لي علم تالت كده اسمه علم الجيوماتكس. علم الايه؟ الجيوماتكس. كذا علم مع بعض، ده التطور، ده لسه يعني الجيوماتكس دي بدات، يعني انت بتكون سمعت المصطلح ده في كذا جامعه جديده او برامج جديده بتقول لك ايه برنامج جيوماتكس. وصلت؟ هو ايه برنامج الجيوماتكس ده؟ هو تضافر المساحه مع الجي اس مع روبوت سينسنج. تاني الجيوماتكس هو ايه؟ تضافر او تعاون المساحه مع الايه؟ مع الجي اس مع الايه؟ روبوت سينسنج. جمع الثلاثه دول مع بعض طلع علم ثالث اسمه الايه؟ جيوماتكس. حلو؟ طيب ممكن اعمل ايه في الجيوماتكس ده؟ او ايه هو الروبوت سينسنج ده اصلا عباره عن ايه؟ ان انا احصل بيانات عن بعض، صح؟ احصل بيانات عن ايه؟ عن بعض. فليكن مثلا انا عايز اشوف مكان مثلا، فانا عايز اعرف فيه كميه العلو الوطي قد ايه. هروح اجيب مساح معاه جي بي اس، اليوم بتاعه مثلا ب 5000 جنيه ولا ب 6000 جنيه ده اليوم، ماشي؟ يروح يعمل لي ميزانيه شبكيه عده ايام. جبت الداتا عندي برنامج السب، بعمل قط وفيلم كميات الحفر والرد عشان اعرف الارض ده احفر فيها قد ايه؟ ده حوار، صح؟ ده كل ده عشان اخد ايه؟ قرار، هاخد المنطقه دي ولا ما اخدهاش؟ طب انا بعمل الكلام ده ازاي؟ بالروبوت سينسنج. بحمل حاجه اسمها دم او مرئيه فضائيه بس تحمل مناسيب. مرئيه فضائيه تحمل ايه؟ اسمها دم. هو نموذج الارتفاعات الرقمي. من خلاله اقدر اعمل عمليات الحفر والرد من قبل ما اروح المنطقه اصلا. اشوفها هتنفع معايا ولا ما تنفعش معايا، صح؟ طب انا وليكن مثلا عايز ادق خوازيق مثلا في المينا في الميه، هنجيب مساحه بحريه بقى. حوار يعني ده بايظ يعني ولوفات مؤلفه. يبقى انا دلوقتي ما كنتش اعرف حاجه عن الجي اس، صح؟ بدات افهم من الجي اس ان هو داخل في كل حاجه، هو علم متطفل على كل العلوم، لان كل العلوم عباره عن داتا. طالما داتا بنظمها واديلها لوكيشن بقى عند جي اس. من خلال بقى التقنيات دي يا شباب بيبقى عندي حاجه اسمها سمارت ايه؟ او المدن الذكيه. ايه المدن الذكيه دي؟ بيبقى عندي المدينه كلها شباب 3D. المدينه كلها 3D. لو انا عايز مثلا حصل اي ايشوز او حصل اي حاجه اقدر اقول، فاكر لما بيجيب لنا في الافلام بتاعت الافلام الامريكيه كده يقول لك وليكن مثلا في مطارده، فانت عايز كل الكاميرات تبص لمكانك فين، صح؟ تلاحظ شوف من الاتجاه اليمين شوف الاتجاه الشمال، حصل حريق في الهرم مدخل ليك، وصلت لحاجه اسمها لوكيشن الوكيشن، يعني ايه؟ اقل ملفه او اقل حاجه تقدر ان هي تساعدني. وصلت؟ فحصل حريق. طب لو حصل حاجه عندنا ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ وحوار بقى وحوار، صح؟ بيبقى معاه دمج. لا هو بيبقى معاه المفروض نقطه اطفاء قريبه منه، فبيقول لك لو حصل حريق كده روح للمكان الفلاني عملت بلاننج. وصلت؟ هو بيبقى عنده خريطه تفاعليه. فانا مثلا حصل حريق روح للحته الفلانيه، حصل كسر اقفل المعكس الفلاني عشان تقدر تغير الماسوره. وصلت؟ حضرتك عايز تعمل ايه؟ عايز تبقى مباراه يجيب رفع لك الواجهه بتاعتك في 2 ونص. ليه؟ لان عنده كل المدينه 3D. لو انا عندي نفايات ارميها فين؟ افضل مكان لإلقاء النفايات. وصلت؟ لو انا عندي مطافي فين افضل مكان نحط المطافي عشان نروح لكل الطرق لكل المدينه باقل وقت. دي المدينه الذكيه اللي طالعه جديده زي مدينتي اللي كله بيتكلم عليها، وهي طبعا في كل اللي جاي مثلا زي العاصمه الاداريه والكلام ده كله، كل ده مرتبط بالايه؟ بالجايز. مرتبط بالجوماكس. ان انا مش بحط نقطه اسعاف كده، لازم تروح في اقرب وقت. وصلت؟ المفروض ادرنا 3 دقايق عندي. بعيد عن الزحمه، بعيد عن اي حاجه. المرافق بتاعته تبقى شغاله، عايز اغير مرفع هلبس نظاره بص مرفع او فاكر مكانها. وصلت؟ مش خرايط، مش لوح، مش الكلام ده كله.